كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. الفيل سبار أو مجموعة الفيلد سبار هي مجموعة من الأملاح المعدنية التي لها تركيب مشابه، وهي العناصر المشكلة للصخور، وهي تشكل 60% من تكوين القشرة الأرضية. هي مجموعة كبيرة، ولكن هناك 20 عنصرا تعد معروفة بينها، ولكن هناك 9 عناصر معروفة بشكل جيد، إذ أن مجموعة التسعة التي تشكل أكبر نسبة من الأملاح المعدنية التي توجد في القشرة الأرضية ذات صلابة 6 وزنها النوعي 2.5. الفسفار هو أحد المعادن الثلاثة الناتجة عن التحلل الكيميائي للغارنيت، وهو معدن ضعيف التأثير تحت حمض الكربونيك الناتج عن ذوبان غاز ثنائي أكسيد الكربون في مياه الأمطار، يتحول تحت تأثير أيون الهيدروجين طاردا جزءا من السيليكا وأيونات من البوتاسيوم والصوديوم، ويتحول إلى كاولينات. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.